تبقي طمنيني نمر البانسيون معك هلا انا على طول هون. اوكي قلت لك انا اللي قلت لك حسك كأنك عم تحمليني ذنب. انت حاسس هيك؟ لا عم تقولي لي هيك. عمو؟ نعم حبيبتي. مين يعني سمر رزق؟ اليوم بس تأكدت اني مغروم بسمر رزق. حليم عجبك حليم؟ بدق على الحوت كمال المحامي حبيتي كمال المحامي عم تحبيه اسمعني منيح خليل اللي بدك توصل له وصلت له زليتها شرشحتها واللي بدك ايه خالص بقى انا لأمنت لك الاثبات بالمصريات اللي تلاقوا بس ابني وابن عمه بدهم يخلصوا فتفضل اسقط الدعوه لهي تسقط الدعوه ونخلص واطلع انا كذاب شو هيدا متر كمال احكي لي ضروري كمال شو بعد بده اشتقتلك كثير بس مش قادرة تحكي مش مشكلة انتي تنفسي بس خليني اسمع نفسك قادرة تحكي لك حبيبي كيفي انت اكتشف وقتك معك؟ لا صاحبك ناطرني تحت بركي قلو بالعادة يفاجئك لك بالعادة تهرب سكتي كنا رحنا يوم متى كنت رحت في ضمانال ما بتستاهل تستاهل يضل أنا وياكي مش اتنيناتنا ننفضح ونتبهدل اشتقت لك قديش انت اكتشفي وقت معي Thank you.
بدك شيء يا مجمل؟ أنا بدي أسألك يا خويجة. عن شو؟ ما بدك تتعشى؟ ما بدك حضر لك شيء؟ لا. الست بتقلك إنه ظهرت لعند صاحبتها و... مش مشكلة. لا مشكلة. وأنا وحدة اللي شايفتها وعيشتها معكم يا خويجة. معزك بمعزة جمال. ما بحب شوفك قاعد بأوضتك لوحدك، أنت بميل ومرتك بميل. رح تنحل القصة قريبا أم جمال، ما تعتليها. يا ريت يا ابني يا ريت، كرمال بيك هالمعتر ما له غيرك وغيره، يفرح له بولد بحفيد. حلوة يا حفيد. لوين؟ راجع. طعمنا على الشباك. ماشي. انت نايمة تاعي. تاعي. قلت لي بحبه؟ ما قلت لك بحبه. مكذب علي؟ عم تكذب وجدي؟ قلت لك مغروم فيها. جوزك مغروم بسمر. بدي اقتله. بدي اقتله. بعدك بتحبيه؟ ولا مرة حبيته. ولا مرة. لكن لشو بدك تقتلي؟ تركي. انت تحبيني الي انا؟ شو فرقاني معك جوزك؟ فرقاني معي كتير. اطلب لي اكل هفيني. Thank you.
انت الملايكي كلها. ليه عم تصرف معي هيك؟ بتعرفي انا وين؟ لا زاري ما بعرف. انا بالبانسيون عند سوسن بالاوضه اللي انت كنت فيها. بقوتي انا؟ ليه؟ زاري مع مين؟ كمان معك حدا؟ معي احلى حدا انا عم حدا. أرق مرة بالعالم، أصدق إنساني بالدنيا، مرة بحب بموت فيها، بعبد الله اللي خلقها. كمي عم تخبرني؟ حب خبرك، مشتاق خبرك، مشتاق شوفك وأغمرك قلك قلك بحبك. أنا أخوتين سمر، أخوتين فيك. اللي بيشوفني شو عامل بيضحك علي، بس مش فرقاني معي الدنيا كلها، ما فرقاني معي الا انت. الو ايو سمر وينك؟ رد علي قولي شي. بعرف العموله غريب بس احساسي تجاهك اغرب. الو ايو قولي شي. شو بتحب قلك يا اخ؟ الاول من وين هيدا؟ من امتى معك شريلات؟ مع مين كنت عم تحكي؟ من هو هيدا ابن الكلب؟ لك من هيدا معي؟ مهلا فلسطيني مهلا. كل اللي قاله بقوله كمال عن الطلاق أجبن من إنه ينفسه كرمال بيه، بس وقت يحب وينغرم بمرة تانية بصير الموضوع أهين. فهمت؟ لا عمي سرق لي مصرياتي، مصريات أهلي، بيي وأمي، سفرهم بالطيارة وما راح معهم، وقعت الطيارة تيتمت، ربينا ربى الأمل براسي، حط إيده على مال بيي ولزقني بابنه حتى أنسى شو إلي. أنا ما بحب ابن عمي، بس شو بعمل؟ فإذا هلأ بده يطلقني بيروحوا كل مصرياتي. فهمت؟ من الأول أنا فهمان عليك يا حياتي. وين جزداني؟ لشو؟ بدي شمي. لا قلت لا. ما تبقى تقلي لا كرمالي حياتي. شو هيدا؟ فكرك بحطهم جزداني حتى صاحبك يكمشني؟ حاطينهم بالسلولار؟ شو عم تعملي؟ الو سالم؟ لا مرتو، انت مين؟ وين سالم؟ نايم. مين معي؟ وعي. تتصلي فيه بعد شوي لكون وعيته؟ شوي قد ايه يعني؟ عايزته ضروري. بقدر انا ساعدك مدام؟ رح دقله بعد 3 دقايق ونص. نعم؟ 3 دقايق ونص. يا سالم! سالم! في مرة عوزتك يا جدل. طيب اعطيني العنوان. شو يا جقل؟ نسوان اخر الليل؟ شغل. هلا بس يوصل بعلم لي. تنزل انت بتدفع له وبتجيب البضاعه.
شو بدي ادفع له؟ $500. شو؟ $500؟ شو عامل نقد يا حبيبي؟ بلاها منال، خلينا هيك مبسوطين مع بعض، بلا هيدا اللي بتشميه. هيدا اللي بشمه هو اللي بيفتح لي نفسي عليك. ليش شرشون؟ خلي القعدة تحلى. هون اوتيل مطرح عام. بلا هبل وجدة، بدي اعبي راسي. قديش ناوي تبقي جوا يعني؟ سمر افتحي! سمر افتحي الباب احسن لك! انا باقي هون، واذا بتجرب تكسر البيت تصرخ وبلم الجيران. سمر اطلعي، يلي عم تعنيه ما بفيد، اطلعي وخلينا نتفاهم. ما بدي. سمر اطلعي احسن من والله العظيم، اطلعي اطلعي سمر. عميل عم بتعيط. امي روحي نامي انت. يا عمي شو في؟ مين في جوا؟ اطلعوني اطلعي. شفت جرسنا. ايه ايه سمر وين؟ سمر وين؟ شو عملت فيها؟ استاذ كمال. انت كمال عبد الاحد؟ كمال؟ لا تخاف. بعد عم بطلع. بعد مبسوط هيك؟ فتحت الباب، ظهرت من الأوضة، مبسوط؟ وين بقى تهرب مني؟ يا عمي رح تلف للدرك تشكى، هاي مرتك من شو خايف؟ اسكتي أمي، اسكتي! شو بدك مني؟ انت ما تمر بعيونك عني هيك؟ ما بقدر. انا غلطت معك كثير، وانا مسامحتك، وانا بحبك،
انت لمرة تاني وانا لرجال تاني. نقتنع هيك؟ وقعنا هيك. نغيره. تقدر تغيره؟ ساعديني من غيره. ليش في غيرها هيدي الكلمة؟ هيدا عيش عيشتها أختي؟ الطلاق أشرف إله وإلها، ما تضيطها من حبس لحبس وكل ذنبها أنا ما بتأذي حدا. غطاس، غطاس أنت لاقي الحل، خلص بقى، عيشتكم مع بعضكم مش ظابطة. عندي حل واحد بس، أول ما أحط إيدي عليها بدي أقتلها. أنا بدي أذبحها ذبح. إذا هو بده يقتلها. ماما! ماما! قتلتوني أمي! لك اسكتي خلينا أشوف هالمصيبة هلا. روح جيبي مي. يمكن نمت على صدرك كل الليل لأنه كنت كتير تعبيني، أخفيت وما حسيت على حالي. أخفيتي لأنك بتحبيني. كيف؟ كمان أنا قدامي طريق طويل وأنا ماشي معك فيها للآخر. ما بتقدر. خليني فهمك شغلة، أنا صحيح مجوز بس بالوقت ذاته مش مجوز. بعرف. كيف يعني بتعرفي؟ شو بتعرفي؟ ماشي، قصدي تصرفاتك بتدل على هيك. على كل حال في شغلة واحدة لازم نوصلها. خايفة كمان، خايفة. أنا حدك ما تخافي من شيء. لوين رايحين؟ على محل ما حدا بفكر فيه، ما تخاف. شبيك؟ جوزك عندي. شو عم يعمل عندك؟ معه سمر. مين؟ سمر. سمر رزق. ما بعرف. اوعى تفكري تتصلي او تمرقي لهون قبل ما اعرف شو بدهم. هالقد بدلت البوس؟ تعاملنا فنجان قهوة. اوكي مفيد، بحكيك بعدين.
مين مفيد؟ شاب صاحبي. كمان؟ لشو جايبها لهون؟ قصدك بخدمة. خدمة شو؟ سمر رح تبقى عندك كم يوم؟ عندي أنا؟ لا كمان. خايفة من وجدي؟ وجدي أكتر من خي وعايش لحاله، وهيدا أأمن مطرح بطمن بالي عليكي فيه. شو وجدي؟ ما معي حق؟ فاجأتني. أهلا وسهلا بس ما بدي أحرجه لصاحبك كمان، هيدا مش حل. عملي مثل ما عم قلك. سمر بدي سمر قبل ما أموت. يعني تركت طيور الحب لحالهم بالشقة عندك؟ كان لازم اجي اشوفك. فاجأني جوزك مجده لعندي، هرب قلبي. حسيته شم ريحة. برافو كمال، عم بتبرعت على راحتك. مش لازم تبقى عندي. بالعكس، اجيت والله جابه. كيف يعني؟ فاهم شو عم قلك. بيتك يعني تحت نظرنا، خليه عندك. منه بتطرد الشك من راس صاحبك فيي وفيك، طالما انا وياك عم نلتقى هون. ومنه بصيحة هي من دربه، بصيحة هو من دربي، وبحط ايدي على المصاري. بلشت تخوفيني؟ خوفك؟ وانا كل فكرة بلشت حسك بشعور تاني شريري. ما حدا بيورد كمال إلا أنا، مش مرته أنا؟ بلا. تخبرني شو بتفهم؟ ألو؟ مين؟ شو في؟ طيب اوكي. شو في؟ امي قول المستشفى. تجي، ما معقول تعرف امها مريضة وما تجي.
جايبته معها كمان؟ بسيطة. كيفك؟ شو رح تعملي هلا؟ ما تخاف، امي ماتت وانفتح الحبس، ما بقى اخاف من حدا. لازم امشي انا. حكيمي. عزة وبيمرق ضبارك بعدين. هادي مش حالك كمان. شو ناوي تعمل؟ انه جد بتحبها؟ بلا سخافة كمان. فكر بعقلك، اسمك، سمعتك، مرتك. خليت لك اياها. شو قصدي؟ كلمة من أهلي ماشي. بالله واشرب ميتها لمرتي. أنا رايح. رايح أنهي موضوع مرتي. طلاق؟ نحن ما عدنا لبعضنا. أنا بحب مرة تانية ولازم نطلق. أنا مستعد ناقشك، هيدا حقك. منك إلا بنت عمي.